تحطم الطائرة المصرية يأتي بعد سلسلة حوادث طيران أخرى في مصر أثرت بشكل كبير على قطاع السياحة الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد المصري. للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا هنا في الاستوديو الزميلة نجاة بوتفسود. مساء الخير نجاة. مساء الخير يوسف، مساء الخير مشاهدينا الكرام. إذن الأجواء المصرية تشهد كارثة جديدة تعيد إلى الأذهان حوادث مماثلة في السابق. نعم يوسف، مصر شهدت حوادث عديدة منذ سنة 1950، لكننا سنكتفي بذكر الحوادث الأخيرة يوسف. عام 2004 سقطت طائرة مصرية خاصة من طراز بوينغ 737 في البحر الأحمر بينما كانت في طريقها إلى مطار شارل دو غول في باريس. أدى الحادث إلى مسرح 145 شخصا كانوا على متنها. في شهر أكتوبر الماضي تحطمت طائرة روسية من طراز إيرباص 321 بسيناء كانت في رحلتها من شرم الشيخ إلى مدينة سان بيترسبورغ الروسية، والنتيجة مسرع ركابها وعددهم 224 شخصا. التحقيقات أكدت وأثبتت أن طائرة تحطمت بفعل قنبلة بدائية الصنع. شهر مارس الماضي تعرضت طائرة مصرية في رحلة بين الإسكندرية والقاهرة للاختطاف من قبل راكب أجبر قائدها على النزول في مطار قبرص بعدما هدد بتفجير حزام ناسف قبل أن يتبين أن الحزام مجرد حزام من القطن وأن الخاطف أراد فقط رؤية طليقته وأبنائه في قبرص باليونان يوسف. وبالطبع القطاع السياحي الذي يعد العمود الفقري للاقتصاد المصري يعد أكبر متضرر من هذه الحوادث. نعم يوسف، هذا الحادث الأخير هو الثالث بعد في 8 أشهر في مصر، بيشكل ضربة قوية للاقتصاد المصري الذي يعتمد بشكل كبير على إيرادات السياح. القطاع السياحي في مصر في حالة صحية متدهورة، القطاع الذي يعاني أصلا من تداعيات ثورة 25 من شهر يناير يتعرض لهزات قوية بفعل حوادث الطيران الجوي. خسر القطاع 2.3 مليار دولار خلال 4 أشهر فقط، والرقم مرشح للارتفاع. أكبر الخسائر تم رصدها منذ حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، وهو الحادث الذي أدى إلى تراجع كبير في عدد السياح الروس ممن يمثلون الشريان الحيوي لسياحة مصر. بلغة الأرقام دائما تراجع الدخل السياحي لمصر إلى 6.1 مليارات دولار العام الماضي مقابل 7.3 مليارات عام 2014. طيب نجاة، الاتحاد الدولي للنقل الجوي يشتغل الآن على تقريره السنوي بشأن سلامة الطيران بعد أن أصدر تقريره العام الماضي وصف فيه العام الماضي بالآمن. ماذا عن مضمون هذا التقرير؟ نعم يوسف، عدد حوادث الطيران وعدد أو حالات الوفيات الناجمة عن هذه الحوادث تراجع عام 2015 بالمقارنة مع 2014 حسب الاتحاد الدولي للنقل الجوي. حوادث 2015 جاءت أقل من متوسط الحوادث التي وقعت خلال الخمس سنوات الأخيرة، ما جعل من عام 2015 سنة آمنة بشكل ملفت. يقول التقرير السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي إن نحو 68 حادثا وقع العام الماضي مقابل 77 في عام 2014، ومتوسط سنوي بلغ 90 حادثا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة 2011-2015، ولم يتضمن التقرير حادثين بسبب تصنيفهما على أنهما متعمدين. يتعلق الأمر بالطائرة الألمانية التي تعمد مساعد قائدها الاصطدام بها في جبال الألب الفرنسية، والطائرة الروسية التي أسقطت في سيناء المصرية بفعل قنبلة تم تهريبها إلى الطائرة. حوادث يعني ضحايا، هل نعم. من آلية معينة لتعويض هؤلاء الضحايا، ومن هي الجهة المسؤولة؟ نعم. من المفترض أنها مسؤولة عن تقديم هذه التعويضات. نعم يوسف، تختلف التعويضات حسب الجنسية وأيضا بحسب طبيعة الحادث. فمثلا وكما تقول التقارير الإعلامية نقلا عن خبراء الملاحة الجوية، يبلغ الحد الأقصى لتعويض أهالي ضحية أمريكي مثلا
4,500,000 دولار أمريكي، والأوروبي بحد أقصى لا يتجاوز 1,600,000 دولار. تختلف التعويضات أيضا حسب أسباب تحطم الطائرة، ترتفع قيمتها إذا تبين أن طاقم الطائرة هو المسؤول عن سقوطها، كما حدث في تحطم طائرة الإيرباص الألمانية فوق جبال الألب الفرنسية. التعويض تمنحه شركات التأمين، وقد تمنحه أيضا شركات الطيران المالكة للطائرة المحطمة، وأحيانا تقوم الدول بدور شركات التأمين إذا ما ثبت تورطها بشكل رسمي في حوادث الطيران، كما فعلت ليبيا عندما اضطرت لدفع تعويضات إلى أسر ضحايا طائرة الركاب الأمريكية التي أسقطت فوق قرية لوكيربي الإسكتلندية عام 1988. شكرا نجاة. شكرا لك.